مرحبا بكم في قناتي، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشتركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. في 24 يوليو أعلن المدير التنفيذي لشركة هايبي بارك جي وون استقالته رسميا. خاطب بارك جي وون موظفي الشركة في رسالة موضحا أن هناك اجتماعا مقررا يوم الثلاثاء المقبل ينوي فيه مناقشة استراتيجية النمو المتوسطة إلى طويلة المدى لشركة هايبي والتي يطلق عليها اسم هايبي 2.0. واعترافا بتقارير وسائل الإعلام حول موقفه كتب: اعتقدت أنه من غير المناسب أن أترككم في حيرة من أمركم حتى اجتماع مجلس المدينة. سلط بارك جي وون الضوء على النمو السريع لشركة هايبي على مدى السنوات الثلاث الماضية، وأشار إلى أن الفريق التنفيذي كان يخطط للسنوات الخمس المقبلة مع التركيز على الحفاظ على النمو. نعتقد أن القيادة الجديدة ضرورية لدفع التغييرات المطلوبة لهايبي 2.0، حيث شارك مؤكدا استقالته. وكشف أيضا أن مدير هايبي الحالي لي جاي سانغ يستعد لقيادة هايبي 2.0 كرئيس تنفيذي جديد، سيبقى بارك جي وون كموظف في الشركة. بالإضافة إلى ذلك علقت هايبي قائلة: لي جاي سانغ الذي خططنا لتعيينه كمدير تنفيذي هو خبير في صناعة الترفيه، يتمتع بخبرة واسعة في التخطيط الاستراتيجي والعمليات على الصعيدين المحلي والدولي. وأضافت: نتوقع منه الاستفادة من قدراته للمساعدة على نمو هايبي لتصبح شركة منصة نمط حياة ترفيهية متقدمة تعتمد على الموسيقى والتكنولوجيا. سيتم تعيين لي جاي سانغ رسميا كمدير تنفيذي جديد لشركة هايبي بعد موافقة اجتماع المساهمين ومجلس الإدارة. وبهذا أكون قد وصلت إلى آخر الفيديو، أتمنى أن تدعموني بلايك وكومنت وتشاركوا بالقناة فضلا وليس أمرا. أنيويغاسيو كومسامنيدا.